قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذا من رحمة الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الآيات فلا حرج على المريض أن يفطر وعلى المسافر أن يفطر طيب المرض نوعان مرض يرجى برؤه أي يرجى شفاؤه على المريض في هذه الحالة إن كان الصوم يؤلمه ويزيده مرضا وألما عليه أن يفطر له أن يفطر وعليه القضاء فمن كان منكم مريضا أو فمن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى طيب المرض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه ولا يحل له الأطباء أي لهذا المريض أن يصوم لأن الصيام قد يهلكه وقد يسبب له مشقه بالغه تصل الى حد الهلاك فهذا عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه القضاء لمن مرض مرضا لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاءه